السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم بيزي جسم. اليوم ان شاء الله دري في الفيديو هذا غادي نديرو تحدي جديد. التحدي اول مرة نبدا السلسلة هذه في القناة ديالي. غادي نبداو سلسلة ديال التحديات. اول تحدي بديتو انا فكرت راسي، قلت المود اللي ضافو جديد غارينا فري فاير، المود ديال ديب وضع الدئب ولا شي حاجه بحال هكا. فيه اسلحه متنوعين كيعطيك تختار اللي بغيتي تلعب بهم، وكيعطوك اما 1 فيس 1 ولا 2 فيس 2. حنا اخترينا 1 فيس 1 وغادي نشوفوا حظنا ديال نختاروا سلاح واحد نلعبوا به طرح طروحه كاملين، يعني في فيديو واحد غنلعبوا بسلاح واحد يعني، ونشوفوا واش غادي نديو البويا ولا ما غاديش نديوها. ولا كنتي اول مره كتتفرج فيا ما تنساش دير واحد لايك وسبسكرايب ودير تفعل الجرس باش تبقى يوصلك ديما الجديد ان شاء الله. وخلينا نبداو نشوفوا دابا نجربوا شي سلاح اخر مع هاد الكلاوي هذا اللي غيجي معانا. ما عرفنا دابا واش كلاوي ولا وايت. اختاروا اليوزي، حاولوا نقتلوا باليوزي وان طاب يا دو طاب يا برا 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 ناري الو 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 اش هذا وايت هاكر ضرب من الداخل ديال الحاويات. شكون لاقي وانا ما عرفت مالين بزاف. نجيو هنا قالي والو سير عاوتاني سير ديرو لي الخدعة ديرو لي الخدعة فينو مكيسمعوش هاد كلاوة هاد تموت يا تموت كاين شي حاجه اخرى. لا كان عندي الايمان خاسر شويه فهمتي السعي شغي يضرب الدور دابا فهمتي ما غاديش يجيني ما يجي يضرب الدور خلي يدير لي الخدع ليكون كيتا خلا كيتا غادي يعطيني البول. يلا زيد 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 ايه يلا لعب معنا صاحبي لعب معنا شي دي لزا. هي الام ديال ديال بالك يتحرك تحرك البلاصه ديرو ليه هكا هاك لا فهمتي كشي هاكور زاني فهمتي واش مشى الخوا ديالي عاوتاني داكشي فيد فيد
بحال الفري بحال هكا فهمتي. شوف بحال هكا 30 بحال هكا لا لا الاخرى هذوك الحمراء هكا لا صافي الحمراء هاديك هاديك الاول بويا غلبت وايد ويت غلبت ويت زين شوفوا هاد ويت وير ام مينيت والله الا ويت ربحت ويت في روم 7-0 نتلاقاو مع شي واحد على التاني شي وايد حقيقي بيم بريك ولو بيم بام نلعبو تاني بليوتي بغيت نلعب زعما بالتيكل ولكن التيكل هارب لي الام ديالو هارب فهمتي غنربح دغيا اربحوني دغيا ماشي غنربح دغيا هذا توا كلاوي هاكاك هوبلي اللي نزلت عليه الله اكبر كبيرة يلا بن 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 انت قول صد بن لا تقول بن يلا بن بن صح تخبى لينا عاوتاني تخلع مني الاصدقاء هاهو يلا يلا لا لا ايم الله تعالى ماتش رحت التلجا كيف لكن طيرت يا بابا ديال الاصدقاء طلق لي التليفون تقول لعبت جوان انت كتختار الثلج كيضرب المنطاب داس بعد الاصدقاء يلا بن بن المنطاب نديرو لي قلت حنا في ديفي يلا يلا بن 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 تلقوا تلقوا الفيديو هنا صاحبي يلا بان بان طلع مني الاصدقاء كيتا صاحبي نوابا صاحبي خلينا نتلقاو مع شي واحد اخرى عاوتاني وحتى لهنا يكون سهل الفيديو ديالنا ما تنساو تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد وشي لايك وشي تعليق محفز و بيك We'll be right back.